صباح الخير. واليوم 31 يناير 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مثل العادة مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، ظروف عملك الحالي رح تاخدك باتجاه مستوى مهني جديد، ورح تسعى بكافة جهدك لتحديد الطريقة المناسبة يلي رح تستفيد منها ماديا بشكل أفضل، بالإضافة لقرار عقاري بانتظارك. عاطفيا عم بتسيطر عليك انفعالات عاطفية لا تبدو منطقية أبدا، قد تكون ناتج عن استشعارك بخطورة الواقع يلي عم بتعيشه مع الشريك. مولود برج الثور، الفلك عم يتحدث عن موقع عمل جديد أو خطوة إضافية بانتظارك، ورح تضطرك لإبراز القوة الغامضة المرتبطة بأدائك المهني بشكل فعلي أكثر. عاطفيا تصرفات الشريك معك بتدل على خلفيات سابقة بتخص مواضيع حساسة بينك وبينه، ونصيحتنا لك ما تحول مشاعرك تجاهه لساحة ميدان لتصفية حساباتك معه. مولود برج الجوزاء، ظروف مهنية جديدة رح تجبرك على تحديد موقعك القادم فيها، ومن المحتمل تنقلك باتجاه مرحلة مفصلية تعتبر هي الأفضل بالنسبة لك فيما لو اجتهدت على استغلال الأمر لصالحك. عاطفيا مواجهات غير مبررة عم بتعيشها مع الشريك على أقل وأبسط الأسباب، ومع ذلك تبدو مهتم بمعالجة بعض الإجراءات المالية الطارئة بأسرع وقت. مولود برج السرطان، عم تجتهد على التحرر من بعض القيود المالية المفروض عليك، والفلك عم يتحدث عن اتفاق مهني جديد بعيد كليا عن النمط التقليدي يلي كنت متعود عليه. عاطفيا يوم عن يوم عم تشعر بمدى حاجتك للشريك، ولكن الاختلاف الواضح بمفاهيم كل واحد فيكم ممكن يزيد من حجم الأزمة الموجودة بيناتكم بصورة دايمة، فانتبه. مولود برج الأسد، عم بتعيش أجواء مهنية محكومة لمتغيرات فجائية، وبذات الوقت ما عم بتخليك تشعر بالاستقرار أو التقدم باتجاه إنجازات جديدة، بالإضافة لبعض الضغوطات المالية اللي عم بيصعب عليك السيطرة عليها بشكل كامل. عاطفيا رح ينتقل خلافك مع الشريك من مرحلة الاختلاف بالأفكار والمسؤوليات إلى جهة تانية بعيدة تماما عن طموحك بالاستقرار الجدي، فانتبه. مولود العذراء، عم بمر الوقت بشكل سريع بدون ما تحقق أي إنجازات مطلبية كنت عم تسعى إلها طول الفترة الماضية، ويبدو أنك رح تكمل بالسعي مع محيط عمل خارجي. عاطفيا النقاط القوة الموجودة بشخصيتك رح تسهل عليك عملية المرور باتجاهات عاطفية مستقرة أكثر، وخصوصا أنه الفلك عم يتحدث عن تغييرات إيجابية بانتظارك. مولود برج الميزان، عم تنتظر حلحلة تلقائية لوضعك المهني، ولا تبدو هيدي الأمور مسهلة قدامك بالشكل اللازم، ومع ذلك رح تجتهد على تقوية حظوظك المهنية قبل ما يسرقك الوقت. عاطفيا ما زلت عم بتعيش أجواء عاطفية غير مستقرة، قد تكون خاضعة لمزاج الشريك أكثر من أي سبب تاني، ولا يبدو أنك قادر على تغيير الواقع أبدا. مولود العقرب، أصبحت حذر جدا بعملية التعاطي مع باقي الزملاء في العمل بسبب المستجدات الأخيرة يلي حصلت بينك وبينهم، وخصوصا أنه الفلك عم يتحدث عن مستوى مهني جديد عم تسعى لتحقيقه. عاطفيا عم بتعيش جو عاطفي مريح بشكل عام، ولكن لن يخلو من بعض المطبات يلي ممكن تحصل فجأة بينك وبين الشريك، وخصوصا عند العازبين، وأما المرتبطين فصفحة جديدة بانتظاركم. مولود القوس، عم بتعيش مواقف مهنية معقدة، ولا يبدو أنك مرتاح لأبعادها أبدا، ومن المحتمل هيدي الأجواء تجبرك على مضاعفة اهتمامك بعملية البحث عن ظروف أفضل على الأقل تريحك نفسيا. عاطفيا أسلوبك مع الشريك رح يفتح الباب للرد عليك بطريقة غير محببة، ونصيحتنا لك تفكر بخطوة تساعدك على احتواء الأسباب الخلافية الواقفة بطريق العودة بينك وبينه مثل قبل. مولود برج الجدي، رح تتوصل لصيغة مهنية جديدة تسمح لك بالتحرر من الإجراءات التقشفية يلي انفرضت عليك بالعمل بحكم الظروف المستجدة، وتبدو مرحب بأي خطوة إضافية ولكن ضمن مقابل مادي مشروط. عاطفيا هدوءك العاطفي يعتبر نوع من التمهيد لبداية جديدة عم بتحضر نفسك عليها، ومن المحتمل تساعدك على كسر الأجواء الباردة يلي كانت مسيطرة على جزء كتير كبير من يوميات علاقتك مع الشريك.
مولود برج الدلو، تركيزك يبدو واضح على المرحلة القادمة المرتبطة بمصيرك المهني، والفرص تبدو مفتوحة قدامك على عدة احتمالات بوقت واحد، بالإضافة لمتابعة طبية رح تجبرك على الالتزام بتعليمات الطبيب. عاطفيا تبدو حذر بعملية التعاطي مع الشريك، وخصوصا أنه كل خطوة بتقوم فيها عم بفسرها بطريقة بعيدة تماما عن مقصدها الحقيقي، وتبدو محتار بكيفية معالجة الأمر من غير أي توتر جديد بينك وبينه. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت، عم بتأسس لبداية مهنية جديدة، ولكن مش قبل ما تعرف مصير وضعك الحالي، وخصوصا أنك عم بتعيش مرحلة مفصلية جدا حاسمة، بالإضافة لانشغالك الواضح بعملية التواصل مع جهة خارجية. عاطفيا عم تسعى بكافة جهدك لإعادة مسار علاقتك مع الشريك لنفس النمط السابق يلي عشته معه، ولا يبدو مجهودك هيدا رح يعطيك النتيجة السريعة يلي متأمل فيها. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهيدا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. بلكم بألف خير، وباي باي.